عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير على خير. اللي غادي نقدم واحد صابلي كيجي روعة. زوين هذا هو الشكل ديالو. كيقولوا له سميتو صابلي ديال النمر، يعني كيجي في الشكل ديال النمر برقع بهذا الشكل. هذا غادي يجي بالحشوة من الداخل، كيجي غزال مذاق روعة. هذا هو الشكل ديالو. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة، عندنا واحد البيضة، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال المايزينا، كاس ديال الزيت، رشة ديال الملح، عندنا واحد شوية رويسة معلقة صغيرة ديال الخميرة، غير شوية لأن صابلي ما كياخدش خميرة بزاف، عندنا واحد فاني، جوج ديال معالق ديال الكاكاو مر. غادي نضيفو نديرو في الإناء، وعندنا حتى الحشوة. غادي نديرو في الإناء دابا الزبدة، وعملنا عليها رشيشة ديال الملحة، ضفنا كاس ديال المايزينا وكاس ديال السكر كلاصي. غادي نحاولو نخلطوهم مع بعضهم بهذا الشكل. هذا غادي نعطيكم دابا الحشوة اللي غادي نحتاجوها. عندنا 100 غرام ديال الكوك، كوم النوعية الجيدة، عندنا واحد جوج معالق ديال الكوفيتير، عندنا نكهة ديال الليمون، عندنا الشوكولات ابيض واسود للتزيين في الاخير. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نكملو دابا العجين ديالنا. غادي نضيفو كاس ديال الزيت، غنحتاجو الدقيق على حسب الخليط. كنحاولو ندخلو داك العناصر مع بعضها. غادي نخلطوها مزيان. حتى ينسجم الخليط مع بعضه خص ديك الزبدة تدخل في مايزينا والزيت. دابا ضفنا البيضة، غادي نزيدو داك جوج معالق ديال الكاكاو مر، غادي نخلطو العناصر مع بعضها مزيان. وغادي نبقاو نضيفو في الدقيق على حسب الخليط. غادي نخليو شويه العجينه شويه لينه تكون شويه رطبه. غادي نجمعو تنحسو بها صافي. نزيدو شويه ديال الدقيق، ودرنا شويه ديال الخميره، راس معلقه صغيره صافي. بعد ما غادي نعجنوها غنديروها في واحد ميكا ولا سلوفان، وغادي نخلوها في الثلاجه ترتاح شي شويه العجينه. بعد ما جمعناها هي هادي، غادي نخلوها ترتاح. بعد ما ارتاحت غادي نجيبها نفرش واحد الكريه ديال الطبخ، وغادي نديرو عليها واحد ميكا، وغادي نطلقوها باش كتسهل علينا بلاستيك، باش كيسهل علينا ضيا ضيا كنطلقوها بالمدلك. غادي نطلقوها مزيان لان غادي نحتاجو جوج طبقات، غنديرو طبقه وحشوة وطبقة اخرى. ونقطعوها على شكل دائري بالمرشم، غادي نعملوهم دائريا صغار. غادي نحيدو غنرشوها شوية بالدقيق ونقلبوها، نديرو عليها واحد كعب طبخة اخر باش يجينا ساهل دغيا. وغادي نقلبوها باش من نقطعوها بالمرشم تجينا سهله في الهزه دغيا. نهزوها، ما غاديش نهزوها، غادي نشد واحد الصينيه وغنديروها فيها، وغادي نديروها في المجمد نخلوها شي شويه واحد 10 دقائق
باش ملي كنخرجو صابلي نخرجوه من المجمد ونهزوه في لاطا اللي غنديروها في الفرن، باش كيبقى الشكل ديالو زوين، ما كيتعوجناش وما كيجيناش واحد الجهه مايله وحده، لا كيمشي لنا شكل واحد. غادي نقطعوهم هكا دائريين، غادي نقطعهم ونخليهم تما على الكاري ديال الطبخ. صابلي باش ما كيتجمعش في الفرن ولا كيجينا عوج واحد الجهه مايله واحد الجهه، كنحاولوا نديروه في مجمد شويه عاد نخرجوه عاد ندخلوه للفرن باش كيبقى الشكل ديالو هو هذاك. وحسن ملي كنقطعو ما كنحاولوش نحركو داك المرشم اللي كنقطعو به، يعني نقطعو نهزو بهاد الطريقه هذه صافي باش كيبقى في الشكل ديالو. دابا غديروه في واحد الصينيه وغندخلوه للمجمد ونخليوه واحد شويه وعاد نخرجوه. نحيدو هاد الجوانب نخليوهم. دابا غادي نمشيو نصاوبو الشكلاط، غادي نديروه على حمام مريه، درنا شويه ديال الماء ودرناه في كاسرونه وخليناه حتى يذوب تماما. الاسود كذلك درنا له نفس الطريقه. بعد ما خرجناه هو هذا صابلي، غادي دابا نحيدوه بسهوله وغادي نعملوه في الصينيه اللي غتدخل الفرن. كيشد راسو مزيان ما كيتعوج، كيبقى هو هذاك، كيسهل على الخدمه دغيا دغيا كيجي ساهل. غادي نحيدوه كامل ونديروه في السيليه تدخل الفرن، وديك العجينه غادي نعاودو نخدموها. هو هذا بعد ما استفناه ندخلوه الفرن على درجة الحرارة 150 وغادي نخليوه واحد 10 دقايق يطيب. لأن دغيا كيطيب لحقاش رقيق ماشي غليظ، مغياخدناش الوقت كتير. هدا هو الشكل ديالو، كيجي حجم واحد بعد ما نصغبوه بهاد الطريقة. صافي غادي ندخلوه للفرن وغادي نمشيو نقدمو دابا الحشوة ديالنا اللي غادي نصغبو. غادي نشدو داك الكوك اللي عندنا غنديروه في المقلة، غادي نحمروه شي شوية بهاد الشكل، غنخليوه تيتحمر لأنه ما غاديش يطيب، كيتبدلو النكهة وكيجي محمر زوين. بعد ما حمرناه هو هذا، غادي نزيدو له دوك جوج معالق ديال الكوفيتير، وغادي نعملو له نكهة ديال الليمون ديال البرتقال. غادي نعجنوه باش غادي نعمرو به صابلي في الوسط. كنحاولو نعجنوه مزيان باش كيدخل فيه ديك النكهة ديال البرتقال. غادي نجيب واحد ميكا ديال الطبخ وغادي نعملوه عليها، وغادي نحاولو نطلقوه رقيق شي شوية باش غادي نعمرو به بهاد الطريقة باش كيساعدنا في الخدمة. غادي نجيب واحده اخرى غنديروها بلاستيك من الفوق وغادي نطلقوها بهذا الشكل هذا، نفس المرشم الدائري اللي قطعنا به صابلي غادي نقطعوه بهذا الخليط هذا حتى هو.
وهذا من بعد ما طلقناه الشكلاط ديالنا موجود. هذاك الابيض شكلاط ابيض غادي نزيدو له ديك نكهه ديال الليمون، وغادي نخليوها نخدمو نخليوها كيرتاح. صافي من بعد ما خرجناه من الفرن هو هذا، غادي نمشيو دابا نوجدو الحشوه. كنقطعوها بديك نفس المرشم اللي قطعنا به صابلي، كنعمروه في الوسط بهذا الشكل هذا. غادي نمشيو عليه كامل تنساليوه بديك الطريقه. هذا هو الشكل اللي كيجا، كيجي زوين. هذا صابلي بداك المذاق ديال الكوكو في الوسط، ديك التعميره كتجي واعره فيه. نفس الطريقه اللي درنا الاولى غادي نديروا الاخرين كاملين اللي عندنا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد كنديروه في الشوكولات داك اللي زدنا له ديك النكهه. غادي نمشيو عليه كامل تنساليو الكميه اللي عندنا. هذا هو الشكل كي كيجي. دابا غادي نمشيو نجيبو داك الشكلاط الابيض اللي درنا وغادي نبقاو نديرو فيه صابلي ديالنا. هذا هو اللي وجدناه كامل. دابا غادي نديرو التزيين. درنا شكلاط اسود، زدنا فيه شويه ابيض لان بغينا داك اللون مختلف. هذا اللي درنا فيه النكهه ديال الليمون، بدلنا شويه اللون. غادي نديرو فيه داك صابلي بهذا الشكل هذا. غادي نعملوهم كاملين في الشكلاط وغادي نديروهم هنا نحطوهم. غادي نحاولو نزوقوهم بهذا الشكل باش كيعطينا داك الشكل بحال ديال النمر بهذه الطريقه. غادي نجيبو لون اخر اللي عندنا اسود اخر، زدنا فيه شويه ابيض باش عطانا داك اللون مختلف كي بغينا. كنجيو كنعملو لهم هكا بهذه الطريقه هذه ديال هاد الشريطات بهذا الشكل باش كيعطينا داك الزواقه اللي بغينا. غادي نمشيو على الكميه اللي عندنا، غنديروهم هكا داك الشكلاط ابيض اللي زدنا له النكهه وغادي نزوقوهم بداك الشكل. غادي نعملو لهم اخرين دائرة وكنحركو غير شي شويه هكا وما كتهبط كيسيح عليهم وكيعطيهم داك اللون داك الشكل اللي بغينا. غادي نكملو الكميه اللي عندنا كامله بهذا الشكل وحنا كنزوقو شويه كياخد شويه الوقت التزيين، لان التزيين كديريه عشوائي على حسب باش كتخرج داك الزواقه. هذه هي الشكل ديالو. بعد كنخليوها تنشف تماما باش الزواقه ما كتخسرش. اللي صوبناها زوقناها كنجيبوها نحطوها. غادي نزينو كاع الكميه اللي عندنا.
كيمشيو عليهم هكا التزيين، كيبقى على حسب. حتى الا ما بغيتيش تزينوهم بهذا الشكل يعني ديروا عليهم غير خطوط صافي، يجيو زوينين. الا ما بغيتوش النامري يعني ديروهم غير هكا عاديين. المهم هو المذاق ديك كوكو كيجي في الوسط ديال صابلي كيجي روعه، داك المذاق كيجي ديالو زوين. غادي نكملو التزيين. غادي نكملو التزيين ديالو وغادي نقدموه في التفصيل ديال التقديم. بعد ما كملناه صافي غنخليوه ينشف وغادي نقدموه. نتمنى يعجبكم هاد الطريقه وتجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.